في البداية أستاذ مرحبا بك في الجزائر، وممكن فقط أنك تعرفنا يعني بنفسك. أنا اسمي علي سالم محمد سيد إبراهيم بوبي، أنا جاي من الأرض المحتلة من مدينة العيون بالضبط، جاي مع وفد ضمن الوفد اللي جاي فيه 51 بين النساء والرجال، وهذا الوفد اللي شفت اثنين من الإعلاميين منه يتكلموا ضريك، ونشكرهم جزيل الشكر اللي هي حياة خطار والمباركي، ونشكرهم جزيل الشكر أنهم مثلونا أحسن تمثيل، ومثلوا الأرض الصحراوية كاملة أحسن تمثيل. وأنا اسمي أنا نائب رئيس اللجنة تاع مخطط تسوية الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، اللي هو محبوس اللي هو اسمه سيد أحمد المجيد وحبس الآن وحماية الثروة الطبيعية، وجينا هون باش نشاركوا في الجامعة الصيفية اللي تعد كل سنة هون في أرض الجزائر الشقيقة، الأرض المليون ونص من الشهداء اللي احنا نفتخروا بالدولة الجزائرية، ونفتخروا بشعبها، ونفتخروا برئيسها، ونفتخروا بأحزابها، أنها دولة شقيقة وجبرناها، جبرناها الوقت اللي كان المغرب شرد الصحراويين من أرضهم وراغهم برا ويخبطهم بالطيارة وبطنوك وجميع الوسائل، وإحنا هون ما جايين نعلقوا على حد، إحنا هون جايين إلا نقولوا الحق، وإحنا نطالبوا بتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية اللي هو الاستيطاء في الصحراء الغربية، اللي المغرب استنى عليه مع شبك البوليساريو سنة 1961. والمغرب مازال يتهرب الى الان من هاي المسائل، واحنا نطالبوا بتطبيق الشرعيه الدوليه، ونطالبوا ثرواتنا الطبيعيه توقف، ان شعبنا ما هو رايه وشعبنا مجوع، واحنا جينا من الارض اللي شعبها مجوع، ونبرغوا رساله شعبنا باسم الصحراويين فرض المحتل، نسلموا على الجزائر ونسلموا على العالم بسره، وندوروا يتدخل في قضيتنا باش نفك هذا المشكل، وهذا الحصار اللي مفروض علينا من قد الإعلام، من قد التنقل، من قد المسائل، من قد الجوع مجوع الشعب الصحراوي فرضه هذا ظلما وعار، وهي الأمم المتحدة اللي تقول عنها انخلقت للنزاعات، وهي عاد هي نزاع براسها، أنها أكثر من 21 عام عاد الأمم المتحدة موجودة اللي هو المنور في الصحراء الغربية، إلى حد الساعة ما هو طبع سياسته وشنو، وإحنا نطالب بتطبيق الشرعية الدولية، ونطالب بجمع الشمل احنا واخوتنا اللي في اللجوء، ونسلم على جميع الشعوب اللي طالب للسلم واللي تدعي للسلم، وعلى راسهم الدوله الجزائريه والشعب الصحراوي. السلام عليكم ورحمه الله.